السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بس عايز اتكلم في موضوع يمكن ما يعجبش ناس كتير، بس كلنا بنتعرض له. يعني دلوقتي الدنيا خلاص اتغيرت، ما عادش زي زمان. كان زمان ما تيجي تتكلم في السيفتي وتقول للمهندس كذا او المشرف كذا بيكبر دماغه مش عارف ايه. مع تطور الدنيا دلوقتي والالتزام والقوانين الاكتر والانضباط والكلام ده كله، بقى في بروسيجر، بقى في سيستم للشركة، بس مازال نقطة ايه بقى؟ ليه؟ اشمعنى؟ ما تيجي تقول للمهندس المفروض نعمل كذا كذا كسيفتي، طب ليه؟ اشمعنى القيمة دي؟ اشمعنى الحاجة دي؟ اشمعنى الارتفاع ده؟ اشمعنى مش عارف ايه؟ فما عادش بقى زي الأول تقدر تعديها. يعني ماشي، لا هو كده، يقول لك هو كده، يعني ايه هو كده؟ يبقى انت خلاص مش فاهم، يبقى انت مش عارف. كده هتبان فعلا زي ما كان بيتقال زمان، ما تبقاش خوذة حمراء في الموقع بس، ما تبقاش بطيخة بمعنى أصح، ما تبقاش كده حاجة مكشوفة دايما. انت مش عارف، انت بس مجرد يا اما حافظ يا اما مش عارف يا اما ماشي الدنيا كده، يعني هي ماشيه كده حواليك بمعنى اصح. اوعى تدور مع التيار بالطريقه دي، لازم كلنا نتعلم وكلنا نعرف وكلنا نعرف الاساسيات المطلوبه مننا في مجال علم السيفتي. يعني على سبيل المثال لما تيجي تستخدم في الدوائر الكهربائيه، بتقول الار سي دي اللي بيكون راكب كحمايه الاشخاص 30. هو بيقول لك انا اصلا ليه اركب ار سي دي؟ ليه اجيب؟ ما هو فلوس، دي فلوس في الاول وفي الاخر هتترجم لفلوس. فبقول لك انا ليه اكلف واجيب؟ انا عندي لوحه كهرباء وشغاله وراجل بياخد منها مصدر كهرباء وبيقطع منه بيلحم بيه مش عارف ايه بيسرفس كذا، ليه انا اجيب الحاجه دي بفلوس؟ فبتقول له عشان اهميتها واحد اتنين تلاته. طب لو انت مش عارف اهميتها تقول له انا عارفها كده، انا اعرف ان لوحه الكهرباء بيكون فيها مثلا ارسليكتش ار سي دي مش عارف ايه. اشمعنى ليه؟ ايه الغرض؟ ايه الهدف؟ طب انا هجيب لك ار سي دي، هجيبه لك كام؟ الحساسيه بتاعته كام؟ لازم تبقى عارف الكلام ده، لان طبعا لما اجيب واحد مثلا 100 مللي امبير الحساسيه بتاعته 100 مللي امبير هتعمل بيه ايه؟ الراجل هيموت قبل ما كل سنه طيب. فلازم تبقى عارف هو ايه والابليكابل في المواقع بيبقى ماشي ازاي والهدف من تركيبه ايه وبتركب ازاي وطريقه اختباره. لازم يكون عندنا الحاجات الاساسيه دي في كل بقى حاجه، في اعمال الحفر، البريكيشن، في الاسلوب بتاع التربة او حماية التربة، الكرين، شات المعايرة بتاعته، تمام، اعمال الرفع، خطة الرفع المطلوبة، عند اعمال الاختبارات، الشهادة المطلوبة بتاعت ايه، بتاعت السيستم، البروسيجر، طريقة الاختبار نفسها. خش في التفاصيل الاعلى، خليك بروفيشنال اكتر. كل الكلام ده بيعليك كده في عارف في الموقع كده بتبقى عالي جدا، بيبقوا عارفين اول ما يقوم مشكلة ده هروح للمهندس الفلاني بتاع السيفتي، الراجل دوت حاجه جات له هيديني حل ابليكابل، مش يقعد يتنطط ويروح ويطلع وينزل على مفيش وما يديليش كلام كده ما فهمش منه ما عرفش طبقه اصلا. الدنيا اتغيرت، فاحنا لازم نبقى فاهمين الكلام ده. الدنيا ما عادش زي زمان المهندس تقول له اما تيجي تشتغل على ارتفاع اعمل لي كذا. اشمعنى؟ طب ليه؟ طب انه ارتفاع؟ طب على ارتفاع كام؟ طب لو 1 متر؟ طب لو 2 متر؟ طب اشمعنى 2 متر؟ وهكذا. لازم تبقى انت عارف القوانين، تبقى انت عارف الليله دي كلها، تبقى انت عارف، تبقى فاهم الكلام ده. هو الليله كلها انك تبقى عارف الاستاندر، القانون، الفهم بتاعه ازاي طبقه في الموقع والحلول البديله بتاعته. ولما تيجي تزود حاجه تبقى انت فاهم ان المينيمم ريكويرمنت كذا وانا بعمل كذا عشان ازودها. طب على اي اساس؟ بروسيجر شركات، سايت انستراكشن، ام اس ار اي، كل الكلام ده بتاخده بعين الاعتبار. لازم نتطور مع الدنيا، لازم نلف مع الناس، لازم نتحرك كده ونسبقهم كمان بخطوه. مش لازم احنا دايما متاخرين كسيفتي، مش لازم السيفتي كده يبقى مجرد صوره كده في الموقع. لما يبقى في حاجات مهمه، اجتماعات مهمه مش عارف ايه، لازم يبقى عارفين حضور السيفتي اولويه. لازم عارفين ان السيفتي لما يدي نقطه او يبقى ليه كده انبوت في حاجه معينه تبقى حاجه مهمه قوي جدا. يعني هو ده احنا عايزين نوصله. شكرا.